ضربات عنيفة ومكثفة بالطائرات المسيرة هزت الحدود العراقية في 24 ساعة الماضية، والأمور تطورت من ليلة يوم أمس حتى يومنا هذا. كلها تفاصيل نشرت من قبل الـ ABC نيوز الأمريكية، من المرصد السوري لحقوق الإنسان، وعدد من الوكالات السورية الأخرى التي أعطت الكثير من التفاصيل من هذه الضربات الخطيرة للغاية. التفاصيل تأتي بحسب هذه المصادر بأن كانت هنالك شاحنات تبريد لنقل الخضار كانت قادمة من الداخل العراقي إلى الداخل السوري. 6 من هذه الشاحنات كانت تحمل صواريخا أو أسلحة متقدمة ترسل إلى الفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة في الداخل السوري بحسب ما نشر طبعا من المرصد السوري لحقوق الإنسان. وهذه الشاحنات بمجرد ما دخلت إلى المنطقة الحدودية على عمق بسيط، ليس على الشريط الحدودي بين العراق وبين سوريا، بل إنها دخلت إلى مسافة معينة، جاءت طائرات مسيرة مجهولة استهدفت هذه الشاحنات، 6 شاحنات تماما، وضربتها وحققت ضربات عنيفة للغاية على هذه الشاحنات، مما أدى هذا الأمر طبعا إلى مقتل 7 عناصر من الفصائل المسلحة أو من الركاب أو من السائقين لهذه الشاحنات، وقد قتلوا مباشرة وهرعت طبعا سيارات الإسعاف لنقل الجرحى، ولم ينشر أي تفصيل بعد ذلك مما جرى من هذه الضربة العنيفة التي جاءت مساء يوم أمس في 10:15 تقريبا بحسب التوقيتات التي نشرت عن هذه العملية. المثير بأن اليوم أيضا صباح هذا اليوم كان هنالك قائدا إيرانيا يزور هذا الرتل، يزور هذا الموقع بحسب ما نشر طبعا من قبل البارنز والمرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا وحتى النهر ميديا، كان يزور الموقع وفجأة فاجأته طائرة مسيرة أخرى قادمة كانت تراقب هذا الرجل هو ومرافقين 2، وأيضا وجهت ضربة له مما أردته قتيلا هو والمرافقين 2، وبالتالي ارتفعت هنا وارتفع عدد القتلى في هاتين الضربتين إلى 10 قتلى، بل بعد ذلك مباشرة بساعات أو حتى بساعتين تقريبا كان هنالك صهريجا آخرا بحسب ما نقلت من تفاصيل من نفس المصادر السورية التي ذكرناها لكم، وصهريجا قد دخل مباشرة من الداخل العراقي إلى الداخل السوري. بمجرد ما دخل إلى الداخل السوري أيضا الطائرات المسيرة كانت حاضرة ووجهت ضربة إلى هذا الصهريج الذي كان محملا بالصواريخ بحسب ما نشر من هذه المصادر السورية تحديدا وحتى من البارنز، وبالتالي أنت أمام ضربات عنيفة للغاية. وكانت هنالك صورا قد نشرت عن هذا الصهريج تحديدا الذي نتحدث عنه بهذا الشكل من المصادر السورية مثل النهر ميديا طبعا، مثل عين الفرات هي التي نشرت هذه الأمور. ليس كثير من الصور، ليس هنالك كثير من الصور والمقاطع نشرت مما جرى هنا طبعا، ولكن هنالك مسألة مهمة يجب أن ننتبه إليها، أن الضربة الأهم هي الضربة الرئيسية التي جاءت مساء يوم أمس من الرتل الذي دخل من العراق من رتل الشاحنات إلى الداخل السوري. ليس هنالك كثير من المقاطع التي كانت قد نشرت من هذه المنطقة، وبالتالي سنحاول من عملية الوصول بالقمر الصناعي إلى طبيعة المنطقة التي استهدف فيها هذا الرتل تحديدا وهذه الشاحنات من خلال الوصف الذي جاء عن هذه المنطقة. إذا ما اتجهنا الآن إلى القمر الصناعي لكي نأخذ بهذه التفاصيل ونحاول أن نصل إلى نقطة مقنعة إلى طبيعة الضربة التي جاءت، فسنركز على هذه 3 نقاط تحديدا في الداخل السوري. هذا هو طبعا وهذه الأراضي العراقية بأخذ صورة أدق عن هذه المنطقة. فالتفاصيل التي جاءت بأن هذه الشاحنات بمجرد ما وجدت طريقها إلى منطقة الهري أو قرية الهري تحديدا السورية، فإن الضربة كما تحدثنا لم تأتي على الشريط الحدودي العراقي السوري، أي أنها استمرت في المضي بطريقها في الداخل. وبالتالي كما نلاحظ هنا نحن عندما نتحدث عن قرية الهري هنا، وكذلك هنا السويعية، وهنا البوكمال، كل هذه مناطق تابعة للبوكمال طبعا، ولكن هي قرى. وبالتالي عند دخول هذه الشاحنات الواضح جدا إن لم تضرب في الشريط الحدودي الموجود العراقي السوري طبعا، فهذا يعني بأنها ستدخل في نقطة مزدحمة، في نقطة يتواجد فيها السكان، تتواجد أيضا فيها الفصائل المسلحة، هنالك رقابة كبيرة ومنظومات دفاعية من الممكن أن تعرقل أي
هجوم على هذه الشاحنات، وأيضا الطائرات المسيرة قد تواجه مشكلة في عملية رصد هذه الشاحنات وهي تتحرك في هذه المنطقة المكتظة، وهذا يعني بأننا أمام نقطة واحدة مقنعة بالنسبة لهذه الضربة التي جاءت من ضمن مقتربات هذه القرية المهمة، هي هذه المنطقة التي ترونها هنا، هذه المنطقة المرشحة أن تكون هي النقطة التي ضربت، لأن هذه الشاحنات لم تصل إلى السويعية وقد ضربت بحسب التفاصيل التي نشرت، وهذا يوضح بأنها فعلا قد وصلت إلى هذه المنطقة تقريبا وتعرضت إلى الضربة، لأنها منطقة مفتوحة ليس هنالك أي عملية مراقبة لهذه المنطقة كما هو الحال بالنسبة لهذه النقطة التي تحدثنا عنها أو السويعية مثلا أو البوكمال، وخاصة إذا ما حاولنا أن نقترب أكثر من هذه المنطقة فقط لنلقي نظرة عن طبيعة هذا الطريق تحديدا، فإن النصف الأول من هذا الطريق الذي يبدو نوعا ما متوفرا متاحا للطائرات المسيرة لمراقبة هذه المنطقة يبدو وكأنها لو جاءت هذه الضربة في هذه النقطة تحديدا فإنها قد تكون مقنعة أكثر على المستوى العسكري، وطبعا لا زال الأمر غامضا، قد تكون التفاصيل مختلفة ولكن مما نشر هذا الأمر قد يكون مقنعا حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. قبل هذه الضربة بيوم واحد فقط كان هنالك تحليقا أمريكيا مثيرا على الحدود العراقية السورية وتحديدا في الداخل العراقي من قبل الطيران الأمريكي، كما تلاحظ هنا في القائم تحلق هذه الطائرة بهذا الشكل، ولاحظ عملية استمرار وهذا اللون الغامق الذي ترونه باللون الأزرق هو يوضح عدد المرات التي قامت هذه الطائرة بعملية الالتفاف والتركيز في هذه المنطقة تحديدا، وهذا يعني بأنها تراقب شيئا ما، هي ترى شيئا ما، هي تتبع أو تتابع شيئا ما يجري هنا، وكما تلاحظ نفس هذه الطائرة بحسب التسجيل الخاص بالفلايت ريدار 24 فإنها تأتي في 28 من يناير وهي تابعة للجيش الأمريكي، في 29 من يناير أي يوم أمس في 10:15 كانت الضربة حاضرة، وبالتالي هذا الأمر طبعا يثير الكثير من الجدل، هل الولايات المتحدة الأمريكية هي التي وجهت هذه الضربة؟ الأمر بدأ مختلفا من خلال تفصيل نشرته إحدى أهم المراسلات في البي بي سي، تحدثت إلى أحد المسؤولين الأمريكيين الكبار كما هي نقلت بهذا الشكل وأكد لها بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي لم تنفذ هذه العملية، وهنا يعني بأن إسرائيل وحدها هي القادرة على القيام بمثل هذه العمليات، وبالتالي أصبح المتهم الأول هنا إسرائيل، وما أكد هذا الأمر هو هذا الرجل أموس يادلين وهو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، سابقا كان قد وضع تصريحات للإذاعة الإسرائيلية نشرت في كل مكان بعد هذه الضربة، وهذا ما صرح به حول هجوم الليلة كما ذكر بهذه الصحيفة عند الحدود السورية العراقية، قال الآتي: نفهم جميعا أن هنالك خطة كاملة لوقف نقل الأسلحة المتطورة من إيران إلى حزب الله، يثبت هذا الهجوم أن هنالك معلومات استخباراتية دقيقة للغاية وهنالك قدرة على العمل في أماكن بعيدة جدا، في إشارة إلى أننا قد نكون أمام فعلا خرق كبير يجري أيضا في الداخل العراقي بحسب ما يصرح به من قبل الإسرائيليين، يرون ما يحدث في العراق، تدخل هذه الشاحنات إلى الداخل السوري وتضرب، هذا يذكرنا تماما بعملية مشابهة تماما شهدناها العام الماضي في 9 نوفمبر لرتل أيضا من الشاحنات دخل كان محملا بالمازوت دخل إلى الداخل السوري، كما تلاحظ هنا صورة الرئيس السوري بشار الأسد، دخلت هذه الشاحنات إلى هذه النقطة تحديدا وضربت أيضا بالطائرات المسيرة، وكانت حدثا كبيرا للغاية، هذا الرجل أثيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا كان قد تبنى هذه العملية بعد شهر فقط من هذه العملية تماما كما تلاحظون، وبالتالي ما قاله بأنها كانت عبارة هذه الشاحنات عبارة عن 25 شاحنة دخلت إلى الداخل السوري، وكانوا يعلمون تماما من بين 25 شاحنة أن الشاحنة رقم 8 هي محملة بأسلحة متطورة تنوي الفصائل المسلحة وتنوي إيران نقلها إلى حزب الله أن تدخل إلى سوريا وبعدها إلى لبنان وتنقلها طبعا إلى حزب الله، وتمكنوا من ضرب هذه الشاحنة تحديدا كما اعترفه، وقد يتفاجأ البعض وقد يسأل البعض هنا ما الذي هذا يعني، هذا قد يعني بشكل خطير من خلال هذه التفاصيل أن الاختراق الاستخباري عالي تماما وهم يعلمون ما تفعله الفصائل المسلحة تماما في هذه المنطقة، وبالتالي نحن أمام تصعيد خطير، قد يتساءل البعض أيضا أين تذهب
هذه الشاحنات، هل هي متوجهة دائما إلى لبنان؟ لا أبدا، المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأنه رصد في 24 و 26 وحتى 27 من يناير من هذا الشهر كانت هنالك شاحنات دائما تذهب إلى الميادين لتقوم بوضع الأسلحة المتقدمة التي تنقلها من الداخل العراقي بحسب ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان في مخازن تابعة لفصائل فاطميون الموالية لإيران. وهذه منطقة طبعا حساسة للغاية ليس فقط بالنسبة للإسرائيليين وهم يراقبونها، بل أيضا للتحالف الدولي خاصة، وأن مقابل الميادين هنالك قاعدة مهمة وهي قاعدة حقل العمر النفطي التي يتواجد فيها التحالف الدولي. هذا الهجوم الذي نتحدث عنه هو يأتي بعد يوم واحد فقط من هجوم خطير كان قد تم على الداخل الإيراني أيضا بالطائرات المسيرة، وكانت حادثة كبيرة بطائرات الكواد كوبتر، 3 طائرات من الطائرات الكواد كوبتر التي فجأة ظهرت فوق أصفهان وضربت إحدى المنشآت التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. نشر الإيرانيون تحديثات عن هذه المسألة كما تلاحظون، هذه هي الضربة التي جاءت بهذا الشكل. وضح الإيرانيون صور الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي استخدمت في هذه العملية، هذه الطائرات بحسب ما نشره طبعا التلفزيون الإيراني التي استخدمت في هذه العملية كما تلاحظون، ونشروا أيضا السقف الخاص بالمبنى الذي استهدف، وواضح بأن ليس هنالك أثرا كبيرا على هذا المبنى. الآن دعونا نذهب مباشرة مرة أخرى إلى هذا المبنى لنلقي نظرة، هل ما نشره الإيرانيون هنا صحيح في هذه المسألة؟ هل هو دقيق؟ هل هذه صورة جديدة؟ هل هذه صورة قديمة مما نشروه؟ ولاحظ طبعا من خلال الصورة إذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي لنؤكد هذا الموقع مرة ثانية، عندما تتجه إلى أصفهان فإنك في شمال أصفهان ستجد هذا المبنى أمامك، هذا هو المبنى الذي ظهر أمامنا تماما، هو الذي استهدف، وبالتالي بالابتعاد قليلا هنا ومحاولة التركيز على هذا المبنى بهذا اللون المميز كما تلاحظون، وأيضا هذا المبنى بهذا الشكل مع المبنى الكبير. سنلاحظ من صور أقمار جوية وأقمار قادمة أو صور من الأقمار الصناعية ستوضح صحة هذا الأمر الذي نتحدث عنه. مثلا هذه الصورة هي ليست واضحة ولكنها هي قادمة من 19 من يناير، وصورة أخرى سنقارنها بها في 29 من يناير، أي بعد يوم من الهجوم الذي تم على هذا المقر الذي تحدثنا عنه والذي ترونه، أو هذه المنشأة لصناعة الذخائر التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. لنقترب من الصورة الخاصة بال19 من يناير، هذا المبنى هنا لنقترب منه قليلا، ستلاحظ أن هذا هو المبنى نفس الشيء طبعا الملاحظة، هذا هو المبنى الكبير وهو المبنى الملاصق الذي يأتي هنا. ما نبحث عنه هنا هي عملية تغير اللون، هل هنالك تغير كبير قد جاء على هذا المبنى؟ ستلاحظ بالمقارنة مع 29 من يناير، 19، 29 ليس هنالك تغيرا كبيرا، من المفترض أن يتضح لك بأن هنالك تغيير كبير قد جاء في هذه النقطة، وهذا ما يؤكد المعلومات الإيرانية وما نشر عن هذه المسألة، وبالتالي الهجوم فعلا غير ناجح من قبل الإسرائيليين. ولكن في نفس الوقت المعلومات وما جاء من هذا الهجوم هو خطير للغاية، لأن نيويورك تايمز قد اعترفت عن طريق مسؤولين استخباراتيين، قد تحدثوا للنيويورك تايمز وأكدوا أن الموساد الإسرائيلي هو الذي كان يقف خلف هذه العملية، وهذا يوضح أمرا مهما، وإن كان هذا الهجوم غير ناجحا فإن على الرغم من أن الأمور مشتعلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الداخل هنا، إلا أن الأمور وأن الإسرائيليين قادرين على إشعال الأمور في الداخل السوري، يراقبون ما يأتي من الداخل العراقي أو حتى في الداخل السوري تحديدا، ويقومون بضربات بالطائرات المسيرة كما نرى اليوم، وأيضا في نفس الوقت هم يستطيعون من تنفيذ هجمات في الداخل الإيراني، وبالتالي هم يستطيعون العمل على 3 جبهات، وهذا يأتي لأسباب مهمة للغاية كما نعلم بأن الأمور تشتد مع الإيرانيين في ظل تخصيب لليورانيوم مستمر من قبل إيران بنسبة 60%، مخزون اليورانيوم يزداد يوما بعد يوم، بالإضافة إلى ذلك بالنسبة للإيرانيين فإن الأمور تبدو حقيقة في مشكلة كبيرة للعودة للاتفاقية النووية، لا عودة للاتفاقية النووية
حتى هذه اللحظة هنالك فشل قد نراه مرتقبا في هذه المسألة. والمشكلة بأن الإسرائيليين بدأوا يجدون بأن إيران تتجه شيئا فشيئا إلى القنبلة النووية. مسألة القنبلة النووية هي ليست فقط خطر على وجودهم كما هم يرون، وليست فقط بأنها ستؤدي إلى زيادة التسلح وزيادة امتلاك القنابل النووية مثلا من تركيا، مثلا من السعودية، مثلا من الإمارات إن امتلكتها إيران، بل إن هذه القنبلة النووية قد توفر غطاء للفصائل المسلحة الموجودة الخاصة والموالية لإيران أو المقربة لإيران، بحيث أن إسرائيل لو ضربتها مرة أخرى أو حاولت تضرب هذه الفصائل في المستقبل مع وصول إيران للقنبلة النووية فإنها ستفكر وقد تفكر مرتين في هذه المسألة قبل توجيه أي ضربة لهذه الفصائل، وبالتالي قد تشكل مظلة لحماية هذه الفصائل، وبالتالي بالنسبة لهم ستكون خسارة كبيرة. وعلى هذا الأساس واضح جدا أنهم يصعدون كثيرا، ولكن في نفس الوقت أن إيران تواجه ما تواجهه بسبب تدخلها في الحرب الروسية الأوكرانية. فالاتحاد الأوروبي على وشك اتخاذ قرار كبير ضد إيران مرتبط بالحرس الثوري الإيراني. الفاينانشال تايمز كانت قد نشرت تفاصيلا مهمة للغاية حول هذه المسألة اليوم. قالت بأن الاتحاد الأوروبي بدأ يركز على قضية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، بدأت دراسة حقيقية الآن وليست فقط تصريحات أو مطالبات. وفي نفس الوقت أن إيران منتبه لهذه المسألة إلى درجة أن ممثلا عن البنك المركزي الإيراني وممثل البنك المركزي الروسي قد وقعوا اتفاقية نشرت تفاصيلها اليوم من قبل فاينانشال تريبيون، هي التي نشرت هذه التفاصيل وأكدت بأن التوقيع يشمل 52 فرعا من البنوك أو المصارف الإيرانية، سترتبط ب 106 بنكا من البنوك الروسية بحسب النظام الروسي، وبالتالي هم يريدون الربط البنكي والربط المصرفي للخلاص من الضغوط الغربية. وهذه مسألة مهمة تحدث عنها محسن كريمي الذي كان ممثلا عن البنك المركزي الإيراني، والذي قال إن الصفقة خطوة كبيرة إلى الأمام في تنفيذ إجراءات مضادة للعقوبات المصرفية بين إيران وبين روسيا. ويجب أن ننتبه بأن بلومبرغ كانت قد صرحت سابقا ونشرت في 21 من ديسمبر العام الماضي عن خطة كبيرة بين إيران وبين روسيا عن طبيعة ربط كبير للمنافذ، طبعا كما تلاحظون بهذا اللون المهم باللون الأصفر أو اللون البرتقالي كما تلاحظون من تشابهار، من عملية تطوير منفذ بعد مضيق هرمز، وبالتالي يمتد من الداخل الإيراني إلى الداخل الروسي، وأيضا إمداد آخر هنا كما تلاحظون لإحدى المنافذ الأخرى. وبالتالي هم يرتبطون بالعالم، يرتبطون بأوروبا من هذا الاتجاه، ويرتبطون بآسيا، وأنهم ليسوا مضطرين على العقوبات الغربية بأي شكل من الأشكال، بل ما يزيد الأمر اختلافا هنا بالنسبة لإيران وروسيا مقابل الغرب هو أن لافروف سابقا، سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، كان قد تحدث بشكل واضح بأن روسيا بحاجة لبعض الوقت للخلاص من الدولار الأمريكي والتعامل بعملة مختلفة تماما. تعدد للقطبية واضح تهدف له إيران وتهدف له روسيا، والغرب منتبه لهذه المسألة، وتظل الأسئلة كبيرة كيف من الممكن أن تتطور هذه الأمور وإلى أي مدى ستصل.